السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن رؤية المرآة في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفنا ويشترك في القناة. رؤية المرآة يا جماعة، لو ست متجوزة وشافت نفسها قدام المراية وشكلها كويس وشكلها وشايفة نفسها حلوة او مبهورة بنفسها، اعرف ان انت انسانة طيبة من جواك وكويسة وخلوقة وقريبة من ربنا. طيب لو شفت نفسك ان انت قدام المراية وش يعني وشك مش حلو وشايفة نفسك وحشة جدا، ده اعرف ان في حاجة وحشة داخلة عليك او حاجة مش كويسة او في مشاكل او نكد مع زوجك او في حياتك الزوجية او في مشاكل في حياتك العائلية، في مشاكل داخلة عليك. تمام. طيب لو انت مش حصل حمل وشفت نفسك ان انت واقفة قدام المراية وشكلك كويس، ان شاء الله ربنا هيكرمك بالحمل والذرية الصالحة باذن الله، وتكون انثى تكون بنت بإذن الله. طيب لو بنت عزباء شافت نفسها واقفة قدام المراية، ده دليل على خطوبة أو زواج لها قريب جدا. طب لو شافت إنها بتلبس واللبس مثلا مش مظبوط عليها، طويل قصير متقطع، عرف إن في عريس جايلك ومش كويس، لأن اللي هو ظهر لك ده اللبس اللي انت بتلبسيه قدام المراية هو ده الشخص اللي جايلك. طب لو شفت نفسك لابسة حاجة كويسة وحاجة معجبة بها قوي 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 وبهركي قوي، اعرف ان ده شخص هيكون كويس وطيب وخلوق، والشخص ده اللي هيجيلك وجايلك قريب، والناس دي بتسأل عليك ولحوحة لانك انت شايفة نفسك في المراية، دي البنت العزباء. تمام. طيب لو رجل شاف نفسه واقف قدام المراية وشاف نفسه ان هو كويس وهدومه كويسة وشكله ومظهره ولهيبته ومكانته، هتكون اعرف ان انت طيب وقريب من ربنا وكويس، وربنا يصلحك في عملك ويكرمك في اولادك ويكرمك في بيتك. طب لو انت مش متزوج، ربنا هيكرمك بالزوجة الصالحة باذن الله، لان المراية دل على الدنيا يعني حاجة كويسة. تمام. رؤية المراية بقى اللي غير محمودة لو مكسورة، اسمع اخبار سيئة جدا. لو في شرخ في المراية، لو ست شايفة في المراية في شرخ في المراية وبين لها، ده خيانة زوجها لها. طيب لو الزوج شاف شرخ في المراية جامد، ده خيانة الزوجة له، الاتنين مش يبقوا خالصين لبعض. تمام. اما ان المراية مكسورة او اتكسرت جامد، فده سماع اخبار غير محمودة. طيب لو المراية فيها خطوط سودة وحاجات بقع سودة كده زي ما احنا بنشوف في المرايات القديمة، دي حاجات يعني اخبار سيئة، اخبار غير محمودة، خبر وحش، في مشاكل في عيشتك، في قلة فلوس، ضيقة مادية، فبتدل على الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي اللي انت بتمر بأزمة ومشاكل في بيتك، دل على كده رؤية البقع السوداء اللي هي بتبقى في المراية. تمام يا جماعة، دي رؤية المرآة، يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، والله أعلى وأعلم.